لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good. هنخلص النهاردة شرح يونت 1 لآخر يونت 1، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا قبل كده احنا بناخد مراجعة سريعة على الجرامر اللي خدناه في السنين اللي فاتت، وبعدين بنبتدي نشرح الدرس الجديد. طبعا احنا خدنا قبل كده يعني ايه have. have يعني يملك، وبتيجي كمان بمعنى يتناول. يتناول يعني يأكل، يعني ياخد أكله ويأكله. فهاف بتيجي بمعنى يتناول. إمتى بتيجي بمعنى يتناول؟ لما بنستخدمها مع الأطعمة والمشروبات. طبعا هاف زي ما احنا عارفين قبل كده بتكون مع الضمائر I و we و they و you. I have, we have, they have, you have. طبعا لكن زي ما احنا عارفين he و she و it بيكون ليهم معاملة خاصة. have بتتحول كده وبيكون اسمها has، وبرضو بنفس المعنى بتكون بمعنى يملك، ولما بتيجي مع الطعام والشراب بيكون معناها يتناول. فلما اجي اقولك ان انا بأكل فلافل على الفطار بتاعي بقولك I have falafel for breakfast. I have falafel for breakfast يعني انا بفطر بفلافل او بطعمية النهاردة. We have tea، احنا بنتناول الشاي. We have tea، احنا بنتناول الشاي. وزي ما قلنا he و she و it have بتكون معاهم اسمها has، فبنقول she has noodles for lunch، هي هتتناول النودلز على العشاء. احنا عارفين النودلز. He has milk، هو بيتناول الحليب. تاني حاجة عايزين نفتكرها النهاردة مع بعض الـ past simple tense أو زمن الماضي البسيط. طبعا هو ببساطة جدا اسمه ماضي، فبيعبر عن حاجة حدثت ابتدت وانتهت في الماضي. فلما اجي اقول الـ past simple tense يعني انا بتكلم على حاجة حصلت وانتهت في الماضي. وباختصار شديد وببساطة شديدة اللي بيحصل كله ان احنا بنحط الفيرب وبنحطه في نهايته ed، فده بيخلي الفيرب في الماضي، وبالتالي الحاجة اللي انا بقول ان هي حصلت بيكون حصلت في الماضي. فبيقول لنا هنا we form the past simple tense with the subject and the main verb. احنا بنكون ال past simple tense او الزمن بتاع الماضي البسيط بالsubject او الضمير مع الverbs بتاعتنا اللي احنا عارفينها. طبعا في الافيرماتيف او في صيغة الاثبات بنستخدمها وبنحط في الاخر ed زي ما اتفقنا. زي ما اجي اقول لك مثلا I visited the bazaar، انا زرت البازار. I visited، visit يعني يزور، visited يعني زار. I visited the bazaar يعني انا زرت البازار. We baked a delicious cake، we baked يعني احنا خبزنا. bake يخبز، baked خبزة. A delicious cake، كيك لذيذ. دي كانت حالة الأفيرمتيف في الباست سيمبل تنس، وإن شاء الله نكمل مراجعات على الجرامر في الحلقات اللي جاية. نبتدي نشرح مع بعض درس النهاردة. طبعا النهاردة هناخد ليسون 4 وبعدين نكمل لحد آخر يونت 1 زي ما قلنا. فليسون 4 أول حاجة فيها البارت 1 فيها أو الجزء الأول اسمه listening and reading، استمع واقرأ. طبعا انا هقرأ الكلمات دي وانتوا هتستمعوها وبعدين تعملوا pause
او توقفوا الفيديو وتقروها لوحدكم، لان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا السكيل او المهارة بتاعت الريدنج زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت كلها. فاول حاجة كلمة تي، تي يعني شاي، تي تي يعني شاي. هاني، هاني يعني عسل، هاني هاني يعني عسل. اوتس، اوتس يعني شوفان، اوتس اوتس يعني شوفان. ingredients، ingredients يعني مكونات او مقادير. لما باجي اعمل طبخة من الطبخات او وصفة من الوصفات بيكون ليها ingredients او مقادير، مكونات، دي اسمها ingredients، ingredients او مكونات او مقادير. cookies، cookies كعك محلى، الكعك. cookies، cookies كعك محلى. flapjack، flapjack يعني فطيرة الشوفان، نوع من انواع الفطاير اسمه flapjack او فطيرة الشوفان. apartment، apartment، apartment يعني شقة سكنية، apartment. لازم طبعا نحفظ الwords دي او الكلمات دي. طبعا في عندنا كلمات تانية لازم نعرفها. plate، plate، plate يعني طبق مسطح، طبق مش غويط، طبق مفرود، ده اسمه plate، plate يعني طبق مسطح. Egyptian، Egyptian يعني مصري. British، British يعني بريطاني. bake، bake يعني يخبز. recipe، recipe يعني وصفة للطهي، وصفة الطهي دي اسمها recipe. dessert، dessert يعني حلوة، dessert. next time، next time يعني المرة القادمة، المرة الجاية، next time. pan، pan يعني مقلاة اللي هي طاسة القلي، pan. over low heat، over low heat يعني على حرارة منخفضة، نكون موطين الحرارة، موطين العين بتاعت البوتاجاز، ده اسمه over low heat. square، square يعني مربع، square. excited، excited يعني متحمس، يعني منفعل، excited. طبعا في عندنا زي ما قلنا قبل كده regular verbs او افعال منتظمة، والregular verbs او افعال غير منتظمة، افعال شاذة، ولازم نحفظ التصريفات بتاعة الافعال علشان خاطر ما نغلطش واحنا بنكتب اي جملة، وده بالذات مع الregular verbs او الافعال غير المنتظمة، لان بيكون الباست بتاعها او الماضي بتاعها ليه صيغة مختلفة عن البريزنت او المضارع بتاعها، لكن الregular verbs او الافعال المنتظمة بيكون الباست بتاعها دايما بيتكون بايدي، او نحط لها ايدي لما بتيجي في الماضي. فعلشان كده حتى لو احنا مش حافظين التصريف بتاعها، حافظين البريزنت بس، نقدر نكونها في الباست زي ما احنا عارفين كلنا. اول حاجة عندنا طبعا some verbs او بعض الافعال النهاردة. اول حاجة regular verbs او الافعال المنتظمة. melt، melt يعني يذوب، هنحط لها ايدي هتبقى melted، melted يعني ذاب. طبعا ده بالنسبة للايس مثلا، التلج لما بيدوب ده بنقول عليه melt او بيدوب، melted يعني ذاب. add، add يعني يضيف، added، added يعني اضافة. slice، slice يعني يقطع لشرائح، sliced، sliced يعني قطع الى شرائح. repaint، repaint يعني يعيد الدهان. repainted، repainted يعني اعاد الدهان، اعاد الدهان الحاجة. reclean، reclean يعني يعيد النظافة. recleaned، recleaned يعني اعاد النظافة او اعاد التنظيف. irregular verbs او الافعال غير منتظمة في present مثلا عندنا feel، feel يعني يشعر، مش هينفع نحط لها اي دي لان ده irregular verb او فعل غير منتظم، ففي الباست اسمها felt، felt يعني شعر، يعني احس. say، say يعني يقول، في الباست اسمها said، said يعني قال. وطبعا زي ما قلنا لازم نحفظها كويس علشان ما ينفعش ان احنا
بنكونش حافظينها. عندنا طبعا في تعبيرات او اصطلاحات هامة جدا، وهي خاصة بحروف الجر او prepositions. talk together، talk together يعني يتحدثوا مع بعض. say goodbye، say goodbye يعني يقول وداعا الى اللقاء. a bit word، a bit word يعني الان قليلا، الان شوية. taste good، taste good يعني له مذاق جيد. have some tea، have some tea يعني يتناول بعض الشاي. try a little، try a little يعني نجرب القليل من. what a great idea، what a great idea يعني يا لها من فكرة رائعة. what a great idea. slice into small squares، سلايس احنا عرفنا ان هي بمعنى ان هو يقطع لشرايح، into small squares يبقى يقطع لمربعات صغيرة. slice into small squares. stir well يعني يقلب جيدا، لما بتيجي تقلب اكل مثلا انت بتطهو ده اسمه stir well، او ان انت تقلبه بشكل جيد. طبعا عندنا تاليا وسوزان الاثنين، في عندنا هنا قطعة كده جميلة قوي هنقراها مع بعض، وعايزكم بعد كده تبقوا تمشوا بايديكوا كده تعملوا تريس على الدوتس دي علشان تكتبوا الكلمات المش موجودة. فهنا بيقول لنا تاليا learns to love flapjacks، تاليا بتتعلم ازاي تحب فطيرة الشوفان. تاليا learns to love flapjacks. فبيقول لنا في الاول تاليا and Susan are good friends، تاليا وسوزان اصدقاء كويسين. تاليا is Egyptian، تاليا مصرية. and Susan is British، وسوزان بريطانية او انجليزية. their parents are friends، الوالدين بتاعهم بابا وماما بتاع كل واحدة فيهم اصدقاء للتانيين. two ايضا they talk together a lot، they talk together a lot هما بيكلموا بعض كتير. they are sad هما ما بيكونوش مبسوطين، بيكونوا حزينين. when they say goodbye لما بيقولوا مع السلامة، لما بيقولوا لبعض وداعا. one day يوم ما Talia and her mom، تاليا ومامتها go to Susan's apartment، apartment اللي هي الشقة السكنية، راحوا لها الشقة بتاعتها، راحوا لها البيت بتاعها. Talia is excited، تاليا كانت متحمسة. but she is a bit worried، لكن هي كانت قلقانة شوية. what is British food، ايه هو البريتش فود، ايه هو الاكل الانجليزي بتاع سوزان ومامتها. does it taste good، هل يا ترى طعمه جيد. سوزان says، سوزان بتقول please have some tea، لو سمحتوا تناولوا بعض الشاي. تاليا would you like a flapjack، تاليا تحبي تاخدي فطيرة الشوفان. هي بتسألها my mom and I made them، أنا وماما عملنا الفلاب جاك ده، أو عملنا فطاير الشوفان الجميلة. Susan has a plate، سوزان معاها طبق مسطح. in her hands في إيديها. on the plate على الطبق المسطح ده there are big square cookies، في كوكيز أو كحك محلى كبير وشكله مربع. تاليا looks at the flapjacks، تاليا بصت على الفلابجاكس أو على فطاير الشوفان الموجودة في الطبق. سوزان I am very happy، أنا سعيدة جدا. you made them، إن أنت عملتيهم for me ليا. but what is a flapjack، لكن إيه هو الفلابجاك، إيه هي فطاير الشوفان. she asks، تاليا طبعا هي اللي بتسأل. سوزان says، سوزان بتقول they are cookies، هو كعك محلى، هو كعك محلى. I make them with oats، أنا عملتهم من الشوفان، butter والزبدة، and honey والعسل. try a little، جربي القليل منها كده، دوقي بعض منها كده. تاليا's mom، مام التاليا excited too، كانت متحمسة أيضا. تاليا tries a flapjack، تاليا جربت الفلابجاك. it's delicious، هي لذيذة طعمها لذيذ.
I love it. أنا حبيتها. She says. هي بتقول كده. How do you make them? إزاي أنتوا بتعملوهم؟ Susan says. Susan بتقول. It's very easy. هي سهلة جدا. Next time. المرة الجاية. You visit us. أنت هتزورينا. We can make them together. إحنا ممكن نعملهم مع بعض. Talia says. Talia بتقول. What a great idea. What a great idea. يا لها من فكرة رائعة. طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل reading لوحدينا يا اصحابي. زي ما قلنا احنا عملنا reading دلوقتي. نعمل pause وتقدروا ترجعوا الفيديو وتقروا لوحديكو كل جزء من الاجزاء دي. وبعدين تقدروا وبعدين لو في جزء وقف قدامكو شغلوا الفيديو وشوفوا احنا قريناه ازاي وارجعوا اقرؤوه لوحدكو مرة تانية. Susan's recipe for flapjacks. وصفة سوزان لصنع فطاير الشوفان. Susan's recipe for flapjacks. واحنا طبعا عارفين ان الاس دي اس الملكية بتيجي بعد اي اسم بيكون قبلها apostrophe واي حاجة بتيجي بعد الاسم ده بتكون ملكه او خاصة بيه. فSusan's recipe يعني وصفة سوزان for flapjacks لصنع فطاير الشوفان. This is how Susan and her mom make flapjacks. دي الطريقة بتاعت سوزان ومامتها لصنع فطاير الشوفان. Melt the butter. Melt the butter ان احنا ندوب الزبدة نسيح الزبدة. Sugar والسكر and honey والعسل. In a large pan في طاسة كبيرة. Over low heat على درجة حرارة منخفضة. Add oats, ضيف الشوفان and salt والملح and then ثم بعد ذلك stir well, stir well قلبهم بشكل جيد. Bake for 20 minutes, اخبزهم او حطهم في الفرن لمدة 20 دقيقة. When the flapjacks are cold, لما الفلابجاكس دي بتبرد. Slice into small squares, قم بتقطيعها لمربعات صغيرة. وهنا كتب لنا الانجريدينتس او المكونات قد ايه. 220 جرام او 220 جرام باتر. 150 جرام براون شوجر. 150 جرام هوني. 440 جرام اوتس. 10 جرام سولت. طبعا دي المكونات. لو انتوا عايزين تجربوا الريسيبي دي او الوصفة دي في البيت تقدروا تعملوها وهي المكونات قدامكو. طبعا عندنا part 2 في lesson 4 ليه دعوة بالفونكس. هو طبعا الفونكس او الصوتيات والنطق. وطبعا البرونانسيشن او النطق بتاع الكلمات والحروف. فهنا بيكلمنا عن الشورت vowels واللونج vowels. Short vowels احنا عارفين حروف ال vowels كلنا اللي هم الخمس حروف عارفينهم من ايام كيجي. ال A وال E وال I وال O وال U. وطبعا دول لازم نحفظهم زي اسمنا زي ما احنا عارفين كلنا. ال short vowels او الحروف المتحركة اللي بيبقى نطقها نطق بسيط وصغير. زي مثلا لما بنيجي نقول كلمة bag. هنا ال A ده vowel او حرف من الحروف المتحركة قلناه على طول فقلنا bag. وده بيبقى نطقه بشكل سريع وبيبقى bag bag bag. وزي الاي مثلا في كلمة mix. mix mix. وزي الاو في كلمة mum. mum 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 يعني ام. اما اللونج vowels او النطق بتاع الحروف المتحركة بشكل طويل طبعا ده بيكون ليه حالة هنا هنتكلم عنها. وهو لما يكون عندنا حرفين من حروف الفاولز بينهم حرف consonant أو حرف ساكن. زي مثلا في كلمة cake. cake هنا الـ A vowel والـ E vowel بينهم الـ K ده حرف consonant أو حرف عادي أو حرف ساكن عادي. فهنا بنمط في نطق الـ A فبنقول cake cake cake. وزي برضو في كلمة rice. rice rice ال i هنا مدينا فيها وقلنا rice. ليه؟ لأن هنا في ال i
بعدين السي وهو حرف كونسونانت، وفي الاخر اي اللي هي فاول برضو، فبيمد في اول حرف من حروف الفاولز وبنقول رايس رايس رايس، علشان كده اسمها لونج فاولز. وزي كمان كلمة نوز 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 يعني أنف، هنا الـ O vowel والـ S consonant والـ E vowel، فبالتالي مدينا في حرف الـ O زي ما قلنا من شوية وقلنا nose nose nose، على عكس مثلا فرايس رايس رايس، مدينا في الـ I قدامها ميكس عشان خاطر ما هي حرف vowel واحد اسمها short vowel تتنطق على طول، و nose 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 قدامها كلمة mom mom، ما مديناش في الأو هنا لأن هي short vowel. لازم نكون عارفين الجزء ده يا أصحابي، وعارفين إن احنا لما يكون عندنا حرفين vowel بينهم حرف consonant، الحرف الفاول الأولاني بنمد في نطقه شوية لأن دي بتبقى حالة من حالات اللونج vowels أو نطق الحروف المتحركة بشكل طويل. عندنا في ملحوظة مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها كلنا، وهي ال R E ري ري، ال R E دي لما بنحطها قبل أي verb بتعني إن احنا بنعمل الحاجة دي مرة تانية، يعني مثلا لما أجي أقول do يعني يفعل، redo يعني يعيد الفعل، write يعني يكتب، rewrite يعني يعيد الكتابة، paint paint يعني يدهن، repaint repaint يعني يعيد الدهان. فهو بيقول لنا هنا مثلا he painted the room again بتساوي he repainted the room، الاثنين بنفس المعنى. he cleaned his bike again هو نظف العجلة بتاعته مرة تانية بتساوي he recleaned his bike هو أعاد تنظيف العجلة بتاعته. فلازم نعرف re دي لما بنحطها قبل أي verb بتعني إن احنا بنعمل الحاجة دي مرة تانية. مهم جدا كمان يا أصحابي إن احنا ناخد بالنا من الجزء ده، هو جزء بسيط جدا في معلومات بسيطة خاصة بالماث، هي بعض الكلمات هي موجودة عندنا في منهج الماث بشكل موسع، وطبعا لو احنا بناخد حساب في المدرسة واحنا مدرسة عربي لازم نعرف الكلام ده، لان هو طبعا معلومات مهمة ولازم نحفظها. يعني ايه 100 يعني 100 100 يعني 100 thousand thousand يعني 1000 sign sign يعني علامة ascending ascending يعني تصاعدي يعني من الصغير للكبير numerical numerical يعني عددي digits digits يعني الأرقام identify this signs identify this signs تعرف على العلامات greater than يعني أكبر من less than يعني أصغر من equal to يعني يساوي. احنا بس المفروض نحفظ الكلمات دي ونكون عارفينها كويس علشان هي معلومات قيمة ولازم نكون حافظين معناها وحافظين الكلمات دي كويس. وليسون 5 و 6 طبعا ده اخر جزء في درس النهاردة الريدنج، وهو ده اخر جزء في يونت 1 الريدنج بتاعه، هناخده بس ناخد الكلمات في الاول الكلمات الهامة. اول حاجة عندنا كلمة land land يعني ارض land land يعني ارض governorate governorate يعني محافظة governorate governorate يعني محافظة catch catch يعني يصطاد famous famous يعني مشهور life life يعني حياة farmer farmer يعني فلاح. وطبعا في كلمات إضافية مهمة وخاصة بالدرس دمياط دمياطة دمياطة يعني دمياط محافظة دمياط wheat wheat يعني قمح wheat يعني قمح lemon lemon يعني ليمون lemon جوافة جوافة يعني جوافة fisherman fisherman يعني صياد fisherman goat goat يعني عنذة goat cow cow يعني بقرة cow million million يعني رقم المليون million
part يعني جزء، part cheese cheese يعني جبنة cheese، دمياتي دمياتي يعني دمياطي بمحافظة دمياط، people people يعني ناس people، live live يعني عيش live، sheep sheep يعني خروف أو خراف sheep هي جمع ومفرد في نفس الوقت خروف أو خراف، thousands thousand thousand يعني رقم الألف thousand، rich in rich in يعني غني بي مليء بي rich in، وآخر حاجة الجزء بتاع reading وإن احنا نعمل trace على الدوتس بتاعت الكلمات الناقصة، وده آخر جزء النهاردة. food from Damietta governorate، food الطعام من محافظة دمياط، food from Damietta governorate الطعام من محافظة دمياط. فبيقول لنا هنا the land in Damietta governorate الأرض في محافظة دمياط is rich in هي غنية ب nutrients العناصر الغذائية، the farmers المزارعين can grow rice ممكن يزرعوا الأرز، tomatoes الطماطم، potatoes البطاطس، wheat القمح، lemons الليمون، grapes العنب، and guava والجوافة، fishermen الصيادين، catch thousands of fish بيصطادوا آلاف من الأسماك، in the sea في البحر، cows الأبقار، goats الماعز goats الماعز، and sheep والخراف live in Damietta governorate بيعيشوا في محافظة دمياط. two أيضا دمياطي cheese الجبنة الدمياطي is very famous هي مشهورة جدا، about 1.5 million people حوالي مليون ونص من الناس live in this part of Egypt عايشين في الجزء ده من مصر، life is good in Damietta الحياة جيدة في دمياط. طبعا الجزء ده عايزكم تقروه تاني مرة تانية لوحديكو، ولو في حاجة وقفت قدامكم اعملوا بوز للفيديو شغلوه تاني، وبعدين شغلوه تاني وعرفوا احنا قريناه ازاي ونطقناه ازاي. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة، المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي نشرح يونت 2، والمهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.